بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بكم متابعيني في كل مكان. ليه أنا بفكر أولا خلاص خدت قرار إني أسيب منصب مدير مدرسة صناعية كبيرة؟ أول حاجة، المدرسة الصناعية اللي أنا كنت ماسكها دي أنا مسكتها بعد ما حصل فيها مشاكل مع الإدارة القبلية وما بين الزملاء، ويمكن كان كل واحد ليه وعليه، وما بصراحة كان الجو مش بتاع شغل أو كان في مشاكل، ولسه لحد النهاردة المشاكل دي موجودة في جهة التحقيق. طيب، لما انا مسكت المكان ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى انا مسكته عشان زملائي بيدعموني ووقفوا معايا، يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى انا عندي عدد كبير في المدرسه، اكتر من 100 موظف، عندنا اكتر من 1600 طالب، عندنا يعني من اول يوم بدانا شغل في المدرسه انا الحمد لله قلت لهم انا مش هنجح غير بوقفتكم معايا، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى حولنا المدرسه من شكل لشكل تاني خالص. كل حاجة ما اتعملتش في السنتين اللي فاتت عملناها في الشهر اللي قبل المدارس، وكل الناس اللي بتيجي تتابع المدرسة بتشيد بده وشايفة ان فيه وضع اتغير كبير في المدرسة، وانتظم العمل وبفضل ربنا سبحانه وتعالى استقبلنا العام الدراسي الجديد بشكل تاني للمدرسة. طيب، ايه اللي حصل بقى وايه اللي جد؟ اللي جد ان منصب مدير مدرسة صناعية محتاج يعني تفرغ، محتاج ان ادي شغل وقتي كله لمكتب المدير، محتاج ان الوضع اللي انا بقيت فيه ما عنديش مجال تاني يعني يشغلني جوه المدرسه غير بمنصب المدير، مشاكل الطلبه، مشاكل العجز، مشاكل المعلمين، مشاكل كل حاجه طبعا عارفين انها في الاخر بتصب في مكتب الاداره، من شؤون الطلبه، شؤون العاملين، كل ده مخازن اقسام، كل الحاجات دي بتصب في مكتب الاداره. فطبعا لو انا ما عنديش وقت كافي مش هقدر اسد على الموضوع ده، وطبعا يمكن انتوا عارفين ان حتى الطلبه في السن ده محتاجه انك انت تتعامل ازاي وتعرف تتعامل ازاي. فانا كنت راضي جدا وزمايلي الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى مبسوطين جدا وروح التعاون سايده وكويسه جدا، لحد ما جاء النهارده لقيت الموجه بتاعي اللي هو بتاع مادتي الاساسيه، لان انا مكلف بالاداره، انا لسه سني صغير، اصغر واحد في المدرسه تقريبا، ما ينفعش ان انا امسك مدير رسمي، فماسك مدير مكلف ومقدم على منصب وكيل لان ده درجتي. فلقيت ان الموجه بتاعي راجل محترم جدا بيقول لي انت هتاخد 16 حصه بجانب عملك الاصلي، بجانب عملك دلوقتي اللي هو المكلف بيه اللي هو كمدير مدرسه. فطبعا مش هينفع لسبب، لان عشان اخد 16 حصه في منصب وانا ماسك منصب مدير مدرسه اللي ما بفضاش في دقيقه، يا اما بمضي ورا، يا اما بقابل ضيف، يا اما بحل مشكله بتاع طالب، يا اما بتابع شغلي، يا اما بمضي الشغل المخازن، يا اما بتابع الورش، لازم مشغول. فطيب هاخد 16 حصه، يبقى بصراحه بضحك على نفسي، هاثر في حق الطالب اللي انا واخد حصصه وهاثر في حق الاداره، فكده انا بضحك على نفسي. فما كانش قدامي حل تاني. وطيب هو الموجه ده غلطان؟ لا، الموجه مش غلطان، الموجه معاه حق، القرار اللي عنده بيقول ان انا اخد حصص بجانب عملي فهو مش غلطان طبعا. فكان قدامي حاجه من الاثنين، يسيب منصب الإدارة وارجع مدرس تاني وده الأفضل والأكرم ومفيش مشكلة فيه خالص، يا إما أكمل في منصب الإدارة واخد 16 حصة، وده بصراحة هبقى بكذب على نفسي. بالنسبة للعملية التعليمية بفضل ربنا سبحانه وتعالى أنا كده كده بخدمها بعيد عن التربية والتعليم، يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى أنا عندي الصفحة هنا عليها 71,000 متابع، وعندي قناة اليوتيوب عليها 42,000 مشترك، بفضل ربنا سبحانه وتعالى وصلت ل 55 مليون مرة ظهور، كمان عندي 12 مليون مرة مشاهدة ناس شافت وسمعت مني. فيعتبر ان انا شغلي على التعليم اللي انا بنقوله وانا بتكلم في نفس المادة اللي انا دارسها اللي هي التبريد والتكييف او التعليم الصناعي والاجهزة المنزلية، انا ناجح جدا ان انا اوصل لملايين من الناس. فيعني مش الحصة 16 حصة اللي هديهم هم اللي يعني هيأثروا في نقل العلم، لا، الحمد لله رب العالمين انا واصل جدا في موضوع نقل العلم ونقل المعلومه، ومش ده اللي هيعطلني، ولكن انا ما احبش اكون صاحب بالي. وبفضل ربنا سبحانه وتعالى زمايلي يعني متمسكين جدا بيا ومتعاونين جدا معايا وزعلانين جدا من الموقف، ولكن انا بحاول اقنعهم ان ده الصح، يعني فعلا التوجيه بيتكلم صح، هو القرار اللي عنده او الكلام اللي عنده ان انا ما ينفعش يفرغني من حصص، وخصوصا ان انا مكلف، وانا شايف ان ما ينفعش ادي حصص وانا مدير عشر وقت، مش عشان انا مش عاوز ادي حصص، ما انا كده كده بشرح على الفيس وبشرح على اليوتيوب وده شغلتي اللي اتشرف بيها، والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول انما بعثت معلم. فكان لازم اخد موقف، يا اسيب الاداره
يا ارضى باني ما اشتغلش الاثنين. ما اشتغلش الاثنين ازاي؟ يعني هبقى مدير واخد حصص هاثر في الاثنين. فانا قررت بفضل رب بعد ما استخرت ربنا سبحانه وتعالى اني اسيب منصبي كمدير مدرسه صناعيه وارجع تاني لوظيفتي الاساسيه اللي هي معلم علمي تبريد، بعلم التبريد والتكييف، وفي الوقت ده مش هيكون عندي مشكله اني ادي حصصي بشكل كامل. وبعتذر لزملائي اللي رافضين جدا للقرار، لان احنا بنتكلم يا جماعه في الصح. وانا كنت حتى رفعت الموضوع للتعليم الفني ان ما ينفعش اعمل الاثنين، يا اما القرار هو اللي اتغير يا اما انا اللي ارجع لمهنتي الاساسيه اللي هي مدرس. وانا بشكرهم جدا على فكره، يعني احنا عندنا التعليم الفني في المركز بتاعنا او في المكان اللي انا شغال فيه متعاون جدا جدا مع المديرين بصراحه ربنا. يعني احنا في اداره تابعه اسمها اداره بيبا، اداره التعليم الفني اللي فيها ناس فعلا قدوه والله، يعني متعاونين جدا مع اي مدير مدرسه، لكن القرارات محكماهم، يعني مخلياهم مش عارف ياخد القرار الصائب. يعني هو حتى لو عاوزك انت هو اللي عنده مش عارف يعمله، مش عارف يعمل اكتر من كده. والناس حتى النهارده متمسكين جدا بيا، بس انا كمان لسه، يعني هو لسه ما خدتش الخطوه بشكل رسمي، ولكن انا شايف ان هم، يعني انا معرضهم لحرج لو هم اللي قادرين يقولوا التوجيه انت كلامك غلط، لانه فعلا التوجيه كلامه صح. وعلى فكره التوجيه بتاعنا بحترمه جدا كمان، لان هم ناس افاضل وناس علموني كتير، ولكن هم فعلا في محطوطين في يعني نزاع. لو هم اللي قادرين يقولوا للتوجيه انت غلط، ولا التوجيه قادر يشوف عنده عجز في مكان وعنده حد ممكن يشيل عجز ويغمض عينه عنه، انا بحترم الاثنين لان الاثنين صح. وكمان بحترم زمايلي جدا المتمسكين بيا واللي شايفين ان العجله مشيت وان هم بيشتغلوا دلوقتي بدون ضغوط، وان بفضل ربنا سبحانه وتعالى انا مش محتاج اترسم على حد، لان بفضل ربنا عندي كياني وعندي اسمي وعندي الناس اللي متابعيني، وعارف انا لما بطلع اتكلم كلامي بيوصل لمين. فانا معنى كلامي ان انا مش بقول ان حد غلطان، محدش غلطان، بس القرار ده اللي غلط. يعني سيبونا نتكلم في نقطه، ما ينفعش مدير مدرسه، طيب هنفترض ان جه متابع لمدير المدرسه للمدرسة سين، دخل لقى مدير المدرسة في مكتبه وعنده حصص، طبعا هو كده مقصر في حصصه صح؟ طيب هيحاسبه على الحصص. طيب دخل سأل على مدير المدرسة في المكتب، قالوا له ده عنده حصص فوق، فطلع لقى ناس واقفة تحت عاوزة تمضي استمارات، عاوزة تعمل أي حاجة، عاوزة تمضي مثلا اللي هي مثلا تأمين صحي أو إثبات قيد أو الحاجات دي، وطبعا مش هينفع يدخلوا عندي الفصل لأن حصص الطلبة، والناس دي واقفه، يبقى انا كده اللي معطل الناس دي. فطيب نعملها ازاي؟ ادوني حل وانا موافق، تتعمل ازاي؟ فانا عشان كل اللي انا سردته ده، انا مضطر ان انا اتنازل عن منصب مدير المدرسه اللي كنت مكلف بيه مش رسمي اصلا، حفاظا على اني اقدر اادي وظيفتي الاساسيه اللي هي معلم. او ان وطبعا برضو انا زي ما بقول، انا يشرفني جدا تمسك زمايلي بيا وان هم يعني رافضين القرار جدا، ولكن انا بقول لهم ان مفيش حد غلطان عشان انتوا تتمسكوا، هي النظام هو كده، وانا مش هقدر اكمل على الوضع ده، وربنا سبحانه وتعالى يصلح الحال. ولو في جديد في الموضوع كده هقول لكم، ولكن انا لحد دلوقتي ده ان شاء الله قراري ودي اسبابي. طب انا بقول ليه كده؟ عشان لما الموضوع يوصل لحد، لو يا جماعه القرار ده فيه غلط، الوكيل المدرسه ممكن ياخد حصص، لان معلش فيه اكتر من وكيل في مدرسه واحده، وفيه اللي يشيل شغل الوكيل، وممكن الوكيل ياخد شغله كمان مع البيت. لكن مدير المدرسه هو في هو ما ينفعش حد يشيل شغله. فنعدل الحته دي، وشكرا ليكم واسف على الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.